في مخيم عمان الدائم على طريق المطار جنوب العاصمة، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية المصدار لقاء كشفيا ضم 150 فردا وقائدا وجوالا. وقد ركز المخيم الذي أقيم تحت شعار بطل أنا واستمر 3 أيام على جوانب كثيرة، منها فكرية وبدنية واجتماعية ووطنية، وجميعها تهدف إلى صقل شخصية الفرد وتدريبه على كيفية الاعتماد على نفسه في مختلف الظروف والأحوال. الحمد لله، يعني احنا عدنا للحياة الكشفية والحياة الخلاء والمخيمات بعد غياب لمدة 2 أو 3 بسبب جائحة كورونا. الأجواء حماسية والأفراد متحمسين جدا كانوا للمخيم للعودة لحياة الخلاء. في كثير جوانب أكيد احنا بنغطيها في مخيماتنا، جوانب فكرية وبدنية واجتماعية ووطنية بننميهم فيها بنطورهم فيها. وبالآخر بحب أحكي لكم عن شعارنا لهذه السنة في المخيم بطل أنا، أخذناه من آية من الكتاب المقدس واشتغلنا عليه في كثير أمور، وإن شاء الله أفراد بعد نهاية المخيم برجعوا لأهليهم أبطال وبشخصية غير، وإن شاء الله بكونوا من أحسن الكشافين والأولاد لعائلاتهم. شعارنا اليوم بيحكي عن شخصية الفرد، كيف إحنا بنقدر نسقل الفرد. اليوم الفرد ما يحس حاله ضعيف، كل فرد ربنا حاط فيه موهبة. كلام الإنجيل واضح جدا، كان موضوعنا إحنا كل فرد عنده قوة ربنا بيقدر يسخرها بوقت معين زي حبة الخردل. اليوم إحنا ركزنا بشعار مخيمنا على الفقرات اللي هي عمالها بتسقل شخصية الفرد، المسير الخلوي، الطهو الخلوي، مسيرة الجراءة الليلية للأفراد الصغار للأفراد الكبار. كله كان مخيمنا اليوم اعتماد على النفس، كل واحد من الأفراد اليوم عرف ليش هو جاي على المخيم، عرف ليش هو بالحركة الكشفية. مخيمنا كان رائع جدا السنة هاي ونمى أفراد كثير، وكان تحت شعار بطل أنا، واستفدنا من كلمة بطل أنا المأخوذة من الإنجيل إنه أنا مهما كنت ضعيف أنا بطل، طول ما معي الله أنا بكون بطل. وإذا بكون مثلاً أنا بالمخيم هذا كنت مزعل حدا ومتزعل أنا وحدا، أروح أسامحه وأقول له أنا آسف أعتذر منه، برضو أنا راح أكون بطل. هيك شعارنا للمخيم، وبشكر كل من ساهم من قيادي وأفراد وجوالي على نجاح هذا المخيم. مخيمنا كان شعاره بطل أنا، كانوا عاملين فيه ثيم للجيش، الصغار كانوا ثيم أبطال خارقة مثل باتمان سوبرمان، هاي الأشياء اللي بتحسسهم أنهم أقوياء. والكشاف المتقدم كانوا عاملين ثيم جيش وعسكر، وكان لهم أكثر من مسمى زي قوات خاصة زي سرية، وكان نظام التحفيز تبعهم عشان يشجعهم هي رتب عسكرية يطلوا يترفعوا فيها. فكل شعار المخيم كان هو عن القوة وعن الأبطال. كثير متحمسين كانوا الأفراد وكثير مبسوطين بهذا الشيء، لأنهم دائما بحبوا يعيشوا هاي الأجواء، بحبوا يعيشوا أجواء يحسوا فيهم أنهم أقوياء وفي تنافس كثير بيناتهم. مخيمنا بعد سنين فقدنا، صلنا تقريبا أكثر من 2 سنين ما رجعنا اجتمعنا. الهمة كانت المخيم غير شكل، الولاد متحمسين، الأفراد رجعوا مرة تانية أحيوا نشاطهم من جديد. طبعا شعار المخيم كان بطل أنا، هذا الشعار اللي أثر بكل ولد موجود هون وكل زهرة وكشاف وشبل، كلهم كانوا متحمسين للمخيم. برامجنا كانت متنوعة مشكلة، كلياتها كانت بتعلم الولد كيف يقدر يعتمد على حاله، كيف يقدر يكون مسؤول عن أغراضه، يكون مسؤول عن حياته بشكل عام. تعلموا أولادنا كيف يطبخوا لحالهم، كيف يأكلوا لحالهم بعد غياب كثير من الكورونا اللي بعدتنا عن العالم اللي نعيش بشكل طبيعي. فبنشكركم على تواجدكم اليوم بمخيمنا، وإن شاء الله يكونوا الأولاد استفادوا وأخذوا خبرة حلوة.